هذا الدرس موجه للمستوى الرابع ابتدائي في مادة اللغة العربية مكون التراكيب. عنوان الدرس النواسخ الفعلية. رأينا في الحصة السابقة أن كان ناسخ فعلي أو فعل ماض ناقص، تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. لاحظ الجملة التالية: الطقس جميل. نعلم أن كان حين دخلت على هذه الجملة الإسمية أحدثت تغييرا في معناها ومبناها. في معناها حين أفادت أن جمال الطقس كان في فترة زمنية معينة وهي الماضي، وفي مبناها حين رفعت المبتدأ ونصبت الخبر. فلو أردنا استبدال الفعل كان بفعل آخر يعمل عملها، هل يمكن ذلك؟ نعم، يمكن ذلك. هناك ليس فقط فعل واحد بل أفعال، وتسمى بأخوات كان، ومنها أصبح، أضحى، أمسى، بات، صار، ليس، ما زال، ما دام. لاحظ الصورة، كيف هو الماء فيها؟ نعم، إنه سائل. والآن لاحظ الصورة الثانية، لقد تحول الماء فأصبح متجمدا، والفعل المناسب لهذه الحالة هو فعل صار الذي هو من أخوات كان. نقول صار الماء متجمدا، فصار تفيد التحول، وهي أيضا تعمل عمل كان حيث أبقت على المبتدأ مرفوعا ونصبت الخبر. البحر هائج. حين دخلت أصبح عليها أصبحت الجملة أصبح البحر هائجا. أفهم من هذه الجملة أن هيجان البحر مرتبط بفترة زمنية معينة وهي الصباح، فأصبح تفيد الصباح، وهي أيضا تعمل عمل كان برفع المبتدأ ونصب الخبر. لنرى حين تدخل أضحى على الجملة الإسمية ماذا ستعمل فيها؟ أضحى الجو ممطرا، لقد عملت عمل كان بالإبقاء على رفع المبتدأ ونصب الخبر. أفهم من هذه الجملة بأن الجو كان ممطرا في فترة زمنية معينة وهي فترة الضحى. الطفل نائم. إذا دخلت بات على هذه الجملة تصبح بات الطفل نائما، لقد أبقت على المبتدأ مرفوعا ونصبت الخبر. فنوم الطفل مرتبط بفترة زمنية هي الليل. لاحظ الآن الصورة الأولى، كيف هو الشاطئ فيها؟ نعم، إنه ملوث، الشاطئ ملوث. والصورة الثانية، كيف أصبح الشاطئ؟ لم يعد ملوثا. فالفعل المناسب لهذه الحالة هو ليس، وهو من أخوات كان، ليس الشاطئ ملوثا. فليس هنا تفيد النفي، وهي أيضا أبقت على المبتدأ مرفوعا ونصبت الخبر. الزحام شديد. حين دخلت أمسى على هذه الجملة أصبحت كالتالي: أمسى الزحام شديدا. فأمسى أبقت على المبتدأ مرفوعا ونصبت الخبر، لكنها حددت الفترة الزمنية التي كان فيها الازدحام شديدا وهي المساء. الطفل مرح. إذا دخلت ظل عليها تصبح الجملة ظل الطفل مرحا، فمرح الطفل ظل مستمرا طوال وقت النهار، فظل تفيد الاستمرار، دخلت على الجملة الإسمية
فعملت فيها عمل كان، أي أبقت على المبتدأ مرفوعاً بينما نصبت الخبر. وهناك أفعال أخرى من أخوات كان تعمل عملها، حيث تبقي على المبتدأ مرفوعاً وتنصب الخبر، كما زال، ما برح، من فك، ما فتئ، لكنها من حيث المعنى تفيد الاستمرار. مثال: ما زال المطر نازلا، ما برح الولد نشيطا، من فك البرد شديدا، ما فتئ الطائر جريحا. والآن لنجمل ما رأينا. ما هي النواسخ الفعلية؟ النواسخ الفعلية هي كان وأخواتها، وهي أفعال ناقصة تتفق في العمل وتختلف في المعنى. من أخوات كان: أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار، ليس، ما دام، ما زال. والآن لنرى مثالا تطبيقيا. أعرب الجملة التالية: صار القطن نسيجا. صار فعل ماض ناقص، القطن اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، نسيجا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره.